عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم احلى الاكلات في مطبخ خرونو. احنا النهاردة بإذن الله هنعمل تورتاية بسيطة وسهلة واقتصادية، وان شاء الله ان شاء الله الطريقة هتبقى سهلة جدا بالنسبة لكم. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة، وبتزيين بسيط جدا هيعجبكم بإذن الله. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا معايا الكيكه بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، انا مقطعاها 3 ديسكات، شايفين ما شاء الله. انا عملناها مع بعض قبل كده في القناه. هنبدا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نعمل الكريمه الاول. معايا للكريمه كوباية كريم شانتيه، بسم الله الرحمن الرحيم. دي كوباية، ومعايا كيس فانيليا، ومعايا مية متلجة، معايا كوباية مية متلجة، بسم الله الرحمن الرحيم. هضرب الكريمة شوية مع المية، وبعدين ازود نص كوباية سكر. خلاص الكريمة بتاعتي بقت جاهزة، شايفين ما شاء الله، شايفين القوام. هنبدأ نغلفها بقى كلها. انا حطيت الطبقة التالتة، هنبدأ نغلفها كلها بقى بالكريمة بتاعتنا. خلاص انا غلفت التغطية بتاعتي كلها بالكريمة. هي هبدأ بقى دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم. معايا شوكولاتة، هبدأ احط على الاحرف كده، بسم الله. تمام، اتمنى تكون واضحة. هبدأ دلوقتي اعمل خطوط. معايا القمع الصغير ده، هعمل بقى 3 خطوط من الكريمة. كريمة بني ابيض بني فاتح، 3 مع بعض كده.
ورا بعض كده. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. هبدأ بالخلة بتاعت السنان دي رايح جاي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده لما تكون واضحة شايفين قد ايه هي جميلة، سهلة وبسيطة جدا. اكمل بقى بقية الروزيتات كده من على الجنب كده. خلاص خلصنا التورتيه بتاعتنا، شايفين ما شاء الله، شايفين جميله جدا، سهله وبسيطه وما خدتش مننا وقت ولا مجهود. والنتيجه بسيطه جدا وسهله، ممكن تعملها في اي وقت. اتمنى يا حبايب قلبي الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم لنا كل جديد باذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.